وأسئلة أخرى كثيرة عن حكم الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر، ومن صلى في هذا اليوم وجمع فما حكمه؟ هذا خطأ، لأن الناس منتشرين في محلاتهم وبيعهم وشرائهم وأسواقهم، ما هم بيكتنون في بيوتهم في النهار، ما يكتنون، تجمع لهم الظهر والعصر ثم يروحون لدكاكينهم، يروحون لنزهتهم والاستراحاتهم، ما للجمع داعي حينئذ. جمع الإنسان اللي يبي يدخل البيت ويكتن عن المطر، ما هو بطالب لما يروح المطر. نعم.